مصر الزراعية، تعالوا نخلي الدنيا خضراء. اهلا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين، ولقائنا الاول على الهواء النهارده، واللي هنخصصه للحديث عن الانتخابات البرلمانيه اللي بالفعل انهت الجوله الاولى منها، وفي انتظار جوله الاعاده. احنا كنا في المرحله الثانيه على مدار يومين، يوم الاحد ويوم الاثنين. امبارح كان في اغلاق للصناديق في تمام 9 مساء، دلوقتي احنا في مرحله احصاء الاصوات، لكن لسه اللجنه العليا للانتخابات لم تعلن النتائج رسميا، كلها تكهنات او ان احنا بنتابع فبنعرف العد والفرز في اللجان الفرعيه. لكن على اي حال احنا يعني الان بنحاول نقيم ما تم حتى الان، وبنعرف النتائج التقريبيه او النتائج المتسربه دي الغير رسميه جت نتاج لايه، وهل نجحت الدوله حتى الان في تنظيم هذه الانتخابات ام لا. هكون معانا للحديث عن الانتخابات الاستاذ محمد عطيه، منسق حمله لا للاحزاب الدينيه. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. والى جواره الاستاذ حسن حسنين، الناشط الحقوقي واحد المراقبين للانتخابات البرلمانيه. اهلا بحضرتك. مبدئيا كده بس يعني لفت انتباهي اسم الحمله، فناخد فكره كده عن موضوع الحمله. استاذ محمد عطيه منسق حمله لا للاحزاب الدينيه، وكمان استاذ حسن عضو في هذه الحمله، فنعرف الحمله دي كان هدفها ايه بالظبط. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك طبعا، وتحياتي للاسره الكريمه لقناه مصر الزراعيه، وايضا لكل فلاحين مصر على مستوى الشرق الاوسط جميعا وجمهوريه مصر العربيه. بخصوص حمله لا للاحزاب الدينيه، حمله لا للاحزاب الدينيه ان تم تدشينها يوم 18/8، والهدف التدشين الحمله ان احنا شايفين بعد ثوره 30 يوليو المجيده، بعد اطاحه جماعه الاخوان المسلمين، ظهر هو الخفاش الجديد للطريق الاسلامي السياسي، هو حزب النور. حزب النور اللي هو كان بيستعرض عضلاته بشكل واضح، ان هو بيقول انا الحزب الاوحد في مصر بعد الاخوان المسلمين وبعد حزب الحريه والعداله. عشان كده كان هو الهيمنه والسيطره اللي كان بيقول عليه ان هو هيخش البرلمان بكل قوه بكل فزاعه، وده كان تخويف لكل الاحزاب المدنيه. كان حزب النور هدفه كله هو الاستحواذ، ان يكون اكتر حزب موجود في البرلمان ليشكل كتله برلمانيه. عشان كده احنا فكرنا سريعا لاتخاذ موقف محايد مع شباب كثيرين يأملوا بعد ثورة 30 يوليو المجيدة، ان يكون الهدف من خلاله اننا ننشئ حملة شعبية زي حملة التمرد، وكانت تم اطاحة طبعا الاخوان المسلمين من المشهد السياسي. ايضا الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى، وفضل ايضا للشعب المصري الكريم، لانهارده اثبتنا وجودنا بشكل واضح. النهارده اعلنا شهادة وفاة حزب النور تماما، شعبيا انتخابيا سياسيا. كان هدف من خلال الحملة ان النهارده نكون رصد وانتهاكات حزب النور باستخدام الاشعارات الدينية، وايضا ان حزب النور كان بيستخدم للاسف ان احنا شفناه في فيديوهات موثقة والصور اللي كان بيستخدم الدعاية الانتخابية في المساجد وايضا دورات المياه. ده مع احترامي الشديد طبعا، مع احترامي الشديد لكل الاشخاص الموجودة، ولكن ده توثيق حقيقي ان كان حزب النور بيستخدم الاشعارات الدينية، وكان بيستخدم خلط الدين بالسياسة، كان بيستخدم الدخول تجار الدين في العمليه السياسيه، وخصوصا في الانتخابات، وتحديدا كان الهدف من خلاله ان هو كان عاوز يشكل كتله برلمانيه. الحمد لله الحمله حققت مكاسب على الارض الواقع، عملنا اكثر من 1,250,000 استماره ورقيه و20,000 الكترونيه من داخل مصر وخارج مصر، وده بالنسبه للعمل الشعبي. وبالنسبه للجنه القضائيه كان معانا ايضا مجموعه كبيره جدا رفع دعوة قضائية، وعلى رأسهم المستشار الحملة الأستاذ سمير صبري، الأستاذ عصام الإسطنبولي، والأستاذ حسين حسن. النهارده خدنا موقف قانوني ورفعنا عدة قواضي، والحمد لله حاليا دلوقتي هي عند النائب العام، وأيضا هيتم تحريكها في خلال أيام بسيطة، ليكون في دعوة قضائية مرفوعة لحل الأحزاب ذات مرجعية دينية. نعم. و11 حزب. هي حتى الآن لم يستجب أحد لدعوة الحل قضائيا وقانونيا، لكن يبدو أن الناس في الشارع الحملة يعني أتت ثمارها شعبيا، والناس كمان كان عندها استعداد أنها تبتعد عن يعني خلط الدين بالسياسة، لأنه أغرقنا كثيرا خلال الأعوام السابقة. وعلشان كده بقى عايزة أسأل أستاذ حسن، حزب النور من اقل الاحزاب حصدا للكراسي في هذه الانتخابات البرلمانيه حتى الان، هناك احزاب اخرى حصدت كراسي كثيره، المصريين الاحرار، مستقبل الوطن، وغيرها من الاحزاب الاخرى، لكن بيتذيل القائمه تقريبا حزب النور. الاحزاب اليساريه طول عمرها يعني غلبانه، ما بتحصدش غير كرسيين ثلاثه ودعايتها ضعيفه جدا، لكن يعني حزب النور تاخر كثيرا في حصد الكراسي، بما تفسر تراجع شديد لحزب النور في حصد الكراسي في البرلمان؟ اولا انا بشكر قناه مصر الزراعيه للتغطيه للانتخابات،
ثانيا ننعي شهيدي الواجب القاضيين الذين استشهد امس بعد ان ادى واجبهما. وانا عايز افسر ان حزب النور فاز في المرحله الاولى ب10 مقاعد فقط، المرحله الثانيه حتى الان ما فيش اي حد منهم فاز ولا في امل ان هو يخش اعاده. طبعا انا برجع ده لسببين رئيسيين. طبعا الحمله اللي قام بيها الاستاذ محمد عطيه وانا كنت مشارك فيها بالشكل القانوني كان ليها سبب كبير في توعيه الناس اللي لقينا ليه استجابه على طول للحمله، وهم نفسهم كانوا وعوا الدرس وشافوا ان خلط الدين بالسياسه او بين قوسين كده الاتجار بالدين مش هينطوي على المصريين مره اخرى، ومش مش هيضحكوا عليهم بالدعايه تانية ان اللي هينتخبهم هيخش الجنه او ان احنا بنشتغل من اجل الدين وفي صراع على الهويه في مصر. الناس وعت الامر ده وعرفت مدى كذب المتاجرين بالدين سواء من حزب النور او كان فيه كمان عندنا 11 حزب تاني وكانوا نازلين على فردي مش نازلين احزاب. حزب النور الوحيد اللي كان نازل على القوائم كان اكبر قائمه ليه في اسكندريه اللي هي لقت اخفاق كبير لان كان اكبر حشد ليهم في اسكندريه والبحيره والمنطقه ديت لان ده معقل ليهم. كانوا نازلين برضو في المرحله الثانيه على قائمه القاهره وحشدوا ليها حشد كبير جدا واستخدموا دعايه تؤدي لفتن طائفيه. يعني في ناس اتصرف فيديو شهير كده لمرشح حتى في المرحله الاولى كان مكتسح في اسيوط في قنا، وبصفه ان انا كنت متابع للحمله ومراقب ليها مراقب للانتخابات رصدنا دوت وكانوا ازعوا له فيديو ان هو كان بعد حادثه كنيسه القديسين كان الناس بتنادي المسيحيين بينادوا بالفاظ يعني صعبه شويه بنروح بيت دم نفديك يا صليب، وكانوا عايزين يحولوها لمعركه طائفيه. لكن الناس وعت بسرعه وحسن اداره المشهد من القائمين في وزاره الداخليه اللي قالوا ان الفيديو ده كان قديم ودللوا على ذلك ان الانتخابات المرحله الاولى لو نفتكر كان الكل كان لابس فيها صيفي ما كانش لسه كان حتى الصباط والناس كانت لابسه لبس شتوي وقالوا الموضوع ده. الناس عرفت واتاكدت من كذب اللي بيتاجروا بالدين يعني خلال الاربع سنوات القادمه كان هو السبب الرئيسي في اخفاق حزب النور لحد كبير في الحصول على مقاعد في البرلمان سواء هو او غيره من الاحزاب الصغيره الاخرى اللي حضرتك اتكلمت عنها. بالظبط. طيب استاذ محمد، يعني عمليه الانتخابات بقى اللي جرت في مرحلتها الاولى الشهر اللي فات او المرحله الثانيه اللي جرت بالامس وهنستنى اعاده 1 و2 ديسمبر، شايف ازاي المزاج العام للمصريين في التصويت كان شكله ايه؟ لان البعض شايف ان البرلمان هيكون شكله غريب او انه برضو في عناصر غريبه احنا مش واخدين عليها هي دي اللي هتكون ممثله، لكن هو ده المزاج الشعبي والمزاج الشعبي هيفرز حاجه معينه. شايف المزاج الشعبي كده افرز ايه حتى الان؟ اولا احنا عشان نكون واضحين مع انفسنا، طبعا احنا بنتعامل في مصداقيه شديده جدا امام الجميع، وطبعا احنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عشان احنا حمله شعبيه كان هدفها كله ان هو ان كانت التواصل مع الناس وتوعيه المواطن البسيط ازاي النهارده ينزل ينتخب او ينزل يترشح او يكون زي يختار عضو مجلس الشعب. احنا عملنا وثيقه وطنيه، عملنا ايضا في كان احنا ده تم توزيعها على عبر المحافظات القاهره والمحافظات الاخرى بالنسبه للدقهليه الغربيه المنصوره كل المحافظات اللي احنا قلنا حمله الاحزاب الدينيه صوتك لمين؟ لا المتاجرين بالدين، شارك واختار برلمان مستقبل مصر. الهدف من خلال هذا ان احنا النهارده بنخلق شيء ان مصر تخلق وتعمل لمصلحه المعجزه الثالثه واستحقاق الثالث لخريطه الطريق. الهدف من خلاله مصر تصنع المعجزه الثالثه بخصوص خريطه الطريق، ان احنا شايفين ان النهارده برلمان حقيقي يعبر عن الدوله المصريه، يعبر عن 30 يوليو، يعبر عن الشعب المصري اراد ان بعد دخول 25 يناير و30 يوليو وايضا تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشهد السياسي وايضا يكون هو رئيس الجمهوريه ان النهارده الشعب المصري نزل واختار برلمان. احنا ممكن عندنا بعض التحفظات ولكن الهدف من خلاله المشاركه الفعاله للشعب المصري، وده كان الهدف الاساسي لاختيار اعضاء المرشحين لمجلس النواب، وده كان هدفنا الناس تنزل تشارك ولكن يختاروا مين احنا مالناش فيه، ولكن يختاروا اي حد على التيار المدني ولكن لا المتاجرين باسم الدين. عشان كده كان هدفنا
شايفين الانتخابات الفترة اللي فاتت ديت، أنا مع احترامي الشديد طبعا، لا أنا أرفع القبعة لسيدات مصر الأفاضل، إن فعلا السيدات ليهم نصيب الأكبر الحقيقي اللي احنا شايفين، اللي كانوا مستحوذين من دستور الانتخابات الرئاسية وأيضا بالنسبة للبرلمان. مع احترامي الشديد للشباب، لكن الشباب شارك، وأيضا بعض الرجالة بيقولوا نسبة المشاركة غير فعالة، لكن أنا بقول نسبة المشاركة أحسن من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نسبة المشاركة فيها ممكن تتجاوز أكتر من 60%، وده على تقدير أنا شخصيا ومع احترامي الشديد طبعا للأستاذ حسين. أنا حاسس إن ده تقدير ممكن يكون مبالغ فيه أو لسه اللجنة ما أعلنتش، بس لكن أنا مبالغ فيه، ولكن أنا شايف أنا ده وجهة نظري. لا النهاردة لازم تشوف النهاردة بشكل واضح إن النهاردة كان في كمية المدارس اللي كانت موجودة بالنسبة لكمية الصناديق اللي كانت موجودة في النهاردة، غير الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات السابقة كانت قلت المدارس اللي كانت موجود فيها صناديق الاقتراع، ولكن الاعداد كانت كبيره. لا المره دي، لا النهار الاعداد دي السنه دي كانت صناديق كانت كتيره، عشان كده المواطن كان بياخدش بعض الدقائق وبيخرج من اللجنه بتاعته. لكن هو عموما في المرحله الاولى اعتقد ان النسبه كانت 26، فاعتقد حتى يعني هتبقى مقاربه او اعلى منها بشويه. انا شايف دي وجهه، انا بقول بوجهات نظر اللي انا شفتها، لكن على اي حال هي نسبه هتقل، هتخلي في برلمان شرعي في مصر ايا كان، يعني بس ده ان كان عشان كده احنا بنقول لازم الناس تشارك. انا طبعا انا بشكر طبعا ان احنا المصريين جميعا اللي هم نزلوا وادوا بصوتهم، وايضا انحاز للتيار المدني اكتر من التيار الاسلامي السياسي المخادع اللي كان اساسا هو يفعل، كان زي سابقا يعني جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور او الاحزاب ذات مرجعيه دينيه هم كلهم عمله واحده، الاثنين زي بعض. طيب انا طبعا يعني حزب النور مش موجود معانا عشان يرد على اي حاجه مما يقال الان، لكن هو دايما بيقول ان الاعلام هو اللي هزمه، وان الاعلام شوه صورته، وان في حملات كثيره مضاده ليه هي اللي خلت الناس ده الشعب المصري يا فندم هو اللي عمل. النهارده الشعب المصري عمل توقعات اكتر من 1,250,000 استماره، ومع الزياده احنا لسه لغايه وقتنا هذه الاعداد الاستمارات لسه ما تمش الفرز الحقيقي ليها، ولكن احنا النهارده الشعب المصري هو قال لا، حزب النور او الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه لا، رفضوا تماما. طيب استاذ حسن، حضرتك موجود بقى على ارض الواقع كناشط حقوقي واحد المراقبين للانتخابات البرلمانيه، والسمه الغالبه اللي احنا سمعناها كتير قوي امبارح، واكثر الشكاوى كانت الرشاوى الانتخابيه دي كانت منتشره جدا، يعني وده معناه انه برضو زي ما احنا خايفين من سيطره الدين احنا خايفين من سيطره المال، لانه يعني احنا مش عاوزين تاني رجال اعمال يعبثوا بمقدرات البلاد علشان خاطر مصلحتهم، اللي بيصرف بيبقى عارف ان هو هيرجع الفلوس اللي صرفها ثالث ومثالث. رصدك للرشاوى الانتخابيه دي، ودي كانت بتعبر عن ايه، وهل الشعب المصري استجاب للرشاوى الانتخابيه يعني زي ما كان بيحصل قبل كده، ولا الوعي تغلب على الرشاوى الانتخابيه وبالتالي هنشوف حاجه مختلفه؟ اولا بس انا بختلف مع الاستاذ محمد مع احترامي ليه في موضوع المشاركه والنسبه، لان النسبه بتجمعها بالنسبه بضم النسبتين في الحضور في المرحله الاولى والثانيه مش هتتعدى ما بين 30 ل 40%، ودي نسبه معترف بيها من اللجنه العليا للانتخابات والمشاركه. دي مرحله لسه اوليه، لسه لحد وقتنا هذا القرار النهائي في النسبه للجنه العليا للانتخابات، هي بالنسبه للجنه العليا للانتخابات هتقول الشكل النهائي ايه بالنسبه حوالي احنا بنقول نسبه السنه دي اتقفل وفي اعاده، نسبه المشاركه لحد دلوقتي مش هتقدر تتعدي 40% بسبب ان المرحله الاولى كان الاقبال اقل من الضعيف وما وصلتش للنص، وبالتالي لما نعمل نسبه وتناسب بين المرحلتين هنجمع فهيدينا المتوسط ما بين 30 ل 40%، وده ليه حاجات تانية بسبب استخدام المال السياسي اللي حضرتك بتقولي عليه اللي كان بكثرة، ودخول أعضاء من البرلمان السابق في 2010 وعلى رأسهم أعضاء الحزب الوطني بالوجوه بتاعتهم القديمة أو بأولادهم، لأن احنا عندنا حوالي 6 أعضاء نجحوا من أولاد مرشحين في الحزب الوطني السابق، وكان المال السياسي بيلعب دور كبير، ويمكن طبعا من اهم احنا شفنا ازاي الدعايه كانت بشكل كبير ببنرات واعلانات على كل الاماكن في كوبري اكتوبر وعلى الميادين، وكنا بنشوف الاعلان من دول يعني اقل تكلفه ليه ما بين 500,000 لمليون، وده بيعني ايه؟ كمان وجدنا في رشاوى انتخابيه اتقدمت للناس على الارض من المرشحين نفسهم. المشكله في قله الاعداد اللي راحت ادت فرصه للناس دي ان هي تخش، لان احنا زي ما بنقول العمله الحسنه بتطرد العمله الرديئه، فما الناس ما اقبلتش على كده، لان كمان الاختيارات كانت ما بين سيء لاسوء،
يعني مش كل العناصر اللي موجودة اللي قدرت تتقدم للبرلمان، وده بسبب برضو بقى الدستور اللي اتوضع ووضع بعض المحاصصة لبعض النسب. وإن كنا نأمل إن ده يتغير، لأن ده هيتم المرحلة دي مش هيتم زيها تاني في انتخابات أخرى، لأن ده باب انتقالي في الدستور، هيتم المرة واحدة. نظام القوائم ده مش هيستمر تاني، هيبقى فيه لجنة عليا للانتخابات دائمة، مفوضية عليا للانتخابات دائمة. النظام الانتخابي ده غير معتاد عليه الشعب المصري، إن أنا أنتخب قائمة زي ما هي 45 فرد فأشيل فيها الوحش والحلو مع بعض، أنا ممكن راضي عن بعض اللي فيها لكن فيها شخصين أو ثلاثة مختلف عليهم، فده أدى لمقاطعة، وبالتالي أدى للمال السياسي إن هو يلعب دور، لأن هو الحاجة الوحيدة اللي للناس اللي نزلت. ومش معنى إن أنا الدولة تكون على الحياد في الموضوع دوت إنها تكون سلبية، لا، المفروض كانت رصدت الأمور دي. وكمان ما كانش فيه منافسة قوية من الأشخاص، يعني ما لقيناش واحد مثلا في دايرته، حد بلغنا إن في عنده رشاوى وبتتقدم رشاوى مالية، طب حضرتك رصدت ده وتعالى تقدم بيه ببلاغ. هي اللجنة العليا ما بتتحركش غير لو كان في بلاغ رسمي. بالظبط. وبالتالي هي هتعمل إيه؟ مفيش بلاغ. بالظبط، يعني لأن كان لو كان في منافسين أقوياء، إنما رصدناه ورحنا له، طب حضرتك قدم بلاغ، لا أنا مش هقدم بلاغ، طب المفروض أنا أعمل إيه؟ او يعني المفروض الدوله تقوم بتتحرك بدورها ازاي. اللجنه العليا لجنه محايده، لان هي حكم في النهايه هتحكم بين اطراف، مش معقول ان هي تخش طرف في العمليه السياسيه. انا بقول بس يعني عندي طبعا يعني طلب لرئيس الجمهوريه ان الناس الوحيدين اللي ما موصلوش في البرلمان دوت وهم العمال والفلاحين، إن احنا ما ننساش ان هم كان ليهم 50% في الدستور السابق، ومعظم الدساتير اللي تمت كان ليهم 50% من سنه 52 لحد الان، لحد 2010 اخر انتخابات كان ليهم 50% من البرلمان. احنا ما شفناش لا عامل ولا فلاح في الدوره ديت نجح، الا اللي هم اللي محطوطين على القوائم اللي هم حوالي 4 أو 5، وحتى هم بوصف العمال والفلاحين اتاخدوا بصفاتهم الوظيفيه اللي هو كان رئيس اتحاد عمال او رئيس نقابه فلاحين. وبالتالي انا بقول ان لازم رئيس الجمهوريه يراعي في التعيينات في النسبه اللي هيعينها اللي هم ال 35 او ال 39 27 يراعي النسبه دي لان ليحدث توازن، لان دي كانت فئه كبيره واتاخد منها ال 50% وهم ارتضوا ده واصطادوا بالدستور. هو هيراعي ولا ايه؟ في حاجه ناس كتير عايزين يتعينوا لكن هم ليهم يعني فرصه كبيره جدا في المحليات، فاحنا هننتظر الانتخابات المحليه. اعتقد ان فرصه حقيقيه ليهم انهم يكونوا متواجدين لهم نسبه كبيره جدا فيها كبدايه احنا بعمل اللي عليا وبقول اللي انا شايفه على الارض. طيب. ان لا، الناس دي يعني تستحق التواجد بشكل اكبر. نعم. عندنا انا عايز اقول بس ان كان في ناس يعني قدرت انها تنافس وحتى تنافس المال السياسي، عندنا في امبابة الاستاذه نشوى الديب وهي مصريه وقدرت تنجح قدام اساطين من المال السياسي وتجار الدين، لانها نزلت وعملت دعايه كويسه ونزلت للناس على الارض وبالتالي وثقوا فيها. انا شايف ان في الاحزاب ابتدت يبقى لها هنرجع بقى لحضرتك مع الاحزاب. خلينا نتكلم مع الاستاذ محمد عطيه ونشوف برضو هل حضرتك يعني النشاط ده مهم جدا، انت مركز على موضوع الاحزاب الدينيه لكن واضح انه يعني ليك انشطه سابقه فيما يتعلق بالحملات الشعبيه. ده اكيد طبعا. اولا عشان نكون واضحين، احنا طبعا قبل 25 يناير كنا موجودين في العمل السياسي، طبعا شاركنا في 25 يناير وايضا في 30 يوليو وايضا كنا في الحمله الرسميه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد كده طبعا تطرقنا الى الحمله الشعبيه للاحزاب الدينيه. طبعا احنا حاليا دلوقتي الفتره اللي جايه هنعمل ايه؟ الفتره اللي جايه الهدف من خلاله طبعا الحمله حتى ان هذا حققت انجازات حقيقيه على الارض الواقع والقضاء، وطبعا القضاء هو احنا نحتكم القضاء ولكن لا نتكلم في احكام القضاء، وطبعا نحترم جيدا طبعا احكام القضاء اللي هتطلع ان كانت سلبا او ايجابا، ولكن الفتره اللي جايه احنا لازم نركز على مستقبل مصر، لازم نركز على الشباب الحقيقي وتمكين الشباب، ويكون في فعلا خلق حقيقي للشباب يكونوا موجودين في المحليات. وزي طبعا اخد طبعا من كلمتك طبعا المجيده ان انا بقول الفكره الجايه لازم العمال والفلاحين والشباب يتمكنوا للمحليات،
ويكون تسكين المحليات ده اهم عنصر من العناصر اللي احنا الاساس لجمهوريه مصر العربيه، وده فعلا الحجر الاساسي اللي ممكن نبني بيه مستقبل مصر. عشان كده انا بفكر جيدا ان يكون في حمله الفتره اللي جايه ان احنا نعمل تكتل او نعمل شكل واضح لمحليات مستقبل مصر، وده الهدف ان الشباب لازم يفكروا جيدا ان نبني مصر منين. نبني مصر ان احنا شايفين فساد، نبني مصر ان شايفين في زي ما قال الاستاذ حسين ده وحضرتك طبعا بالنسبه للرشاوى الانتخابيه، الحاجات دي مفروض بعد كده يتم الاطاحه بيها تماما. احنا عاوزين برلمان الفتره القادمه ان شاء الله بعد 4 سنين يكون برلمان حقيقي يعبر عن اراده الدوله المصريه، ويكون بلا فساد بلا محسوبيه، ويكون مؤسسه الدوله على يقين بعد ان دخلنا ان خلاص النهارده مصر على طريق النجاح، طريق الصعود لمصر الجديد. وطبعا تحت رايه الرئيس عبد الفتاح السيسي انا بقول له فعلا الحمل تقيل عليك، احنا معك ونقدرك وهنكون وراك باستمرار لتحقيق الانجاز الحقيقي ويكون مصر الى الامام. هي اللي يكون في حمله شعبيه فيما يتعلق بالمحليات لان احنا فعلا في حاجه ليها. وارجع للاستاذ حسن وحضرتك هنتكلم عن الاحزاب، يعني الاحزاب اللي يعني دايما بيقولوا انها مش شغاله مش فعاله على الارض، الاحزاب اللي بتمتلك المال والقدره تصرف كويس فازت وحصلت كميه كبيره من الكراسي لان المصير الاحرار اتى يعني على راس هذه الاحزاب. بعديها مستقبل وطن، هل مستقبل وطن ده يعني عشان هو يعني كما يقال يعني انه في نسبه كبيره جدا من اعضاء الحزب الوطني السابق ومن شباب الحزب الوطني، هل علشان كده برضو حصد يعني جزء كبير من الكراسي؟ يعني تفسيرك ايه للنجاح بالشكل ده؟ واحد مصير احرار، اثنين مستقبل وطن، وبعد كده بقى باقي الاحزاب والوفد رقم ثلاثه. سواء الحزبين اللي حضرتك اتكلمت عنهم في الاول والاخر الاول والثاني، الاثنين استخدموا المال السياسي واستخدموه بشكل كبير، وهم كمان ما يعني عملوا زي الانديه، جابوا من يعني جابوا محترفين من بره، فجابوا المحترفين اللي موجودين اصلا وهم اعضاء الحزب الوطني القديم، جابوا ميسي ورونالدو اللي موجودين اللي بيكسبوا في كل مره، وجابوهم على قوائمهم او على دعمهم بشكل او باخر. وانا مش عايز الومهم، ده دي لعبه سياسيه، والمفروض ان احنا يعني نكون قد المعترك ده والناس تكون قده، لكن الناس يعني شافت ان هي مش هتقدر تنافس. وانا ما كنت شايف السلبيه دي خطا مننا احنا، كان الحمله اللي قام بيها الاستاذ محمد عطيه ونسقها، احنا كنا شايفين حزب النور والاحزاب الدينيه كانت بتتكلم على اكثريه واغلبيه في البرلمان القادم. بعد الحمله لقيناهم قالوا ان احنا لا هنسيب المجال وهنشتغل على نص البرلمان. بعد ما نزلوا الانتخابات احنا شايفينهم ما فيش يعني يقارب الصفر، 10 اشخاص موجودين من حزب، ده لا يعني الهاله الكبيره اللي كانت معموله له، وده يحسب للحمله ويحسب للناس اللي شاركت وابدت ايجابيه فيها. لو كان الناس دي قدرت تجمع بعضهم في حمله تانية او في وما يقطعوش وينزلوا كانوا هيحققوا التغيير ده، لكن هم تركوا المجال، فلازم ترك المكان الفارغ دوت يتملي بالاشخاص اللي موجودين، وده اللي كنا بنحذر منه. وانا كنت بتفق مع الاستاذ محمد في الموضوع ان احنا بنحذر الناس ان انتوا لازم تنزلوا عشان تختاروا، انتوا اخترتوا ان انتوا معظم اختار ان هو ما ينزلش وشاف ان هو بين سيء واسوأ وعايز يشوف التجربه هتصفر عن ايه. فانا الاحزاب اللي نجحت حتى احنا مستنيين حقيقه هتعمل ايه، مش مهم ان خلاص انتوا نجحتوا بالطريقه ديت والناس سابت لكم المجال، شوفوا انتوا هتقدروا تعملوا ايه وتغيروا من ايه. احنا مش هنقول ان ده سلبي، دي القواعد الديمقراطيه اللي اتحطت ولازم كلنا نتماشى عليها. انا مش شايف الوفد مثلا نجح بمجموعه بحوالي 35، حماة مصر وحماة الوطن نجحوا ب 15، في عندنا التحالف الجمهوري بثلاثه. فانا شايف ان الاحزاب دي قدرت باشخاص تحقق نتيجه وتنزل وتنافس عليها. الفيصل هيبقى في البرلمان الانحيازات لمين، واعتقد ان الشكل النهائي ان ما يبقاش فيه اكثريه واغلبيه في البرلمان ده هيبقى شيء ايجابي. هنشوف الرئيس هيقدر يعمل ايه وهم يقدروا يعملوا ايه، والاثنين يقدموا للمواطن المصري في النهايه المنتج النهائي، تشريع وقوانين تعدل من حياته الاقتصاديه، تعدل من حياته الاجتماعيه، وتخلي مصر على
اعتاب مرحله جديده. احنا مش بنقول ان في سلبيات، احنا لسه بنجرب وبنشوف مع بعض، بقالنا 4 سنين شفنا تجربه الحكم الديني حصل فيها ايه واستبعدناهم. لو شفنا ان المال السياسي بالكثافه دي ما اداش برضو دور للمواطن، انا اعتقد ان هو هيستبعد وممكن يستبعد بسرعه جدا حتى قبل ما يتم دورته. ايه المشكله بقى في الدعايه استاذ محمد؟ هنا الدعايه الكبيره قوي اللي اكيد بتتعدى نسبه الانفاق اللي محدده من قبل اللجنه العليا للانتخابات ومحدش بيقدر يتصدلها. اعتقد هي دي بقى اللي محتاجه حمله علشان ازاي نمنع الدعايه ونراقبها. محدش قادر لغايه دلوقتي يعني يحكم السيطره على موضوع الدعايه، لا القانون ولا اللجنه العليا للانتخابات ولا غيره. مفيش مرشح نزل ما تعداش الدعايه المسموح بيها، فمتهيألي احنا محتاجين حمله تركز على موضوع الدعايه الانتخابيه دي. احنا عاوزين بعض الحملات الكثيره طبعا. انا بشايف المال السياسي او الرشاوي او للاسف ان كان سابقا الاخوان المسلمين كان بيتعامل مع المواطنين البسطاء باسم الدين، وده تم تعاطف المواطنين البسطاء وانتخب حزب الحريه والعداله في انتخابات 2012 او حاجه زي كده في الانتخابات بتاعت النواب السابقين طبعا او 2014. انا شايف الفتره الحاليه نفس الاسلوب نفس الطريقه، ولكن مش تجار الدين لكن تجار المال. الهدف من خلاله النهارده المواطن عاوز يحس بايه؟ المواطن عاوز يحس يكون في ثوره 25 يناير قامت على عيش حريه كرامه انسانيه عداله اجتماعيه. وفري 4 حاجات المواطن يحس فعلا ان هو تحرر من القيود اللي عليه. وفري ان يكون في اكل حقيقي، مش اكل عيش لا، ان يكون في اكل، يعني يلاقي فعلا المسكن، يلاقي فيه شغل كويس مناسب ليه، يلاقي فعلا ان هو عايش عيشه كريمه. ومحتاج النهارده يكون الدخل بتاع المواطن احسن من الدخل السابق. النهارده الاعداد زادت، وفي نفس الوقت المواطن عاوز يحس ان هو عايش، يكون عايش زي اي مواطن في بالنسبه للدول الاخرى او الدول العربيه زي تونس والمغرب والسعوديه. احنا طبعا للاسف الشعب المصري شعب كريم من ذاته، شعب اصيل، شعب يرفع له القبعه ان هو بيقف قدام اي محاولات ضد اي بالنسبه للهيمنه خارجيه او مؤامره داخليه، ولكن لازم التغيير. وفعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي حس بالمواطن ان هو الفتره اللي فاتت دي، تلاحظي الحكومه حاليا بتفكر ازاي السلعه التموينيه اللي احنا شايفينها اللي فيها العلبه اللي ب 30 جنيه النهارده بقت موجوده في كل بيت. اتمنى من هذا الشاشه الكريمه، وان احنا بنقول الشاشه المصريه الحقيقيه، من الشاشه اللي انا بقول عليها صوت لكل مواطن مصري شريف، ان فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي نكون في منظومه تغيير حقيقيه للمواطن يحس بعد ثورتين 25 يناير و30 يوليو تحرر ويكون فعلا عداله اجتماعيه وتحقيق انجاز حقيقي على عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا كلنا عندنا امل ان نكون مصر مقدمه الى الامام. يعني أستاذ حسن، حضرتك كنت متواجد برضو ومتابع العملية الانتخابية، وأعتقد أن مش كل المصريين استجابوا للرشاوى الانتخابية، وفي ناس نجحت فعلا لأن المصريين كان بيحركهم عنصر الأمن والأمان. يعني كتير جدا من المرشحين كانوا لواءات شرطة ولواءات جيش وخبراء استراتيجيين أو رجال ظهروا في الإعلام، والإعلام ادهم مصداقية فجعل الناس يؤمنوا بيهم حتى لو هم ليسوا أهل لذلك. فبرضو يعني قد ايه الرعب والخوف عند الناس ورغبتهم في حمايه الدوله المصريه ممكن يكون دفعهم لاختيار بعض الرموز قد لا تكون هي الانسب؟ يعني النقطه دي لعبت قد ايه دور في الانتخابات في الاختيارات؟ هي لعبت دور كبير، ان الناس ما كانتش عارفه معظم اللي مترشحين، فبالتالي انا ما اعرفش يعني انت جديد وكويس ومش وجه قديم وما استخدمتش مال سياسي، وممكن تكون شاب وعندك خبره او ان انت بتحاول تكون احسن، لكن قله الخبره في العمليه الانتخابيه ادت ان هم معظمهم فشل. انما الناس دي اللي نجحت ونجحت من الدوره الاولى، انا اعتقد ان انا كنت موجود على الارض وهم عملوا شغل على الارض حقيقي. يعني احنا عندنا مثلا استاذ سمير غطاس نجح في مدينه نصر وكان بيشتغل على الشباب من بقاله سنه، واحنا كنا يعني هو كان من عضو الحمله اللجنه الاستشاريه للحمله، وكان شايفينه بيشتغل على الشباب وعلى التغيير من سنه ومجمع ناس وبيعمل بيهم ندوات ولقاءات. الاستاذ عبد الرحيم علي اللي الكل كان عارفه من التلفزيون، لكن هو على الارض فعلا عمل، دخل الاحياء الشعبيه كلها في منطقه ارض اللواء
وقدر يجيب لهم علاج من المستشفيات الكبيره، وقدر يجيب من الصيدلات. لا، انا شايف الناس دي كان عندها خبره قدرت توصل للناس، وبالتالي مع معرفتهم بيها وبالتالي تم اختيارهم وحسم المرحله، يعني هم تم حسم اسمائهم من بدون اعاده. حتى بعض الوجوه زي يمكن حتى علي مسرحي وزير التضامن الاسبق، الدكتور توفيق عكاشه في الدقهليه، احمد البدوي في الاليوبيه، مجموعه كبيره. ما ننساش ان دول عندهم خبره كبيره وان هم قدروا يوصلوا للناس. اما مساله ان الناس تختار على اساس الامن بتاعهم، فالناس في مصر بقالنا 4 سنين احنا متعودين خلاص على المشهد. لما بيحصل تفجير ما بيحصلش زي فرنسا او بلجيكا، الناس هناك عندهم هلع. لا، ابتدى الناس تتعايش مع الموضوع، واحنا كمان كنا في التسعينات اكتر من كده وقدرنا نعدي المراحل دي. انا مش شايف ان السبب الاختيار الامني، وان كان انا مع حضرتك مثلا في المرحله الاولى اللي نجح من الضباط حوالي 27، دول ليهم خلفيه امنيه. المحامين عندنا اكتر، 40 واحد نجحوا من المرحله الاولى. طب انت بتطمني، علشان احنا عاوزين تشريعات، عاوزين الناس تكون موجوده في البرلمان بالزبط. تقدر تناقش القوانين والتشريعات بالظبط. انا شايف ان عشان كده انا بتمنى بقى اتمنى، ودي امنيه من انا شخصيا مش باسم المنسق حمله تلال الاحزاب الدينيه، بتمنى تعيين او رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعين المستشار والاسد القضاء الاستاذ احمد الزند يكون موجود في مجلس الشعب ويكون رئيس مجلس الشعب القادم، ان هو فعلا الراجل ده استحق المزيد ويكون هو على راس مجلس الشعب، ان هو راجل صاحب تشريعات قويه ويقدر ازاي يكون عنده الفكر الحقيقي للدوله المصريه. انا طبعا بتمنى انها تكون شخصيه توافقيه تقدر انها تجمع الناس وما تفرقهمش وما تعملش مشاكل مع الناس جوه. بس هو خد منك عشان انا ما عنديش امنيه، انا ما عنديش امنيه، انا ما عنديش امنيه. القانون في مجلس الشعب، الناس اللي اختارت مجلس الشعب الانتخاب، نعم، نسيب اعضائه هم اللي ينتخبوا رئيس ويتوافقوا عليه ويكون منهم. انا عايز بس اقول حاجه تاني، خلوا مجلس الشعب للتشريعات، وننظر للمحليات، لان المحليات هي الامل اللي جاي لمصر كلها. ده الأهم. والشباب اللي كانوا متوجسين او شايفين ان في حاجه سلبيه ممكن كلهم يتلموا في المحليات، لان المحليات بالقانون الجديد 50% بنص القانون والدستور لازم يكونوا للشباب، الشباب والمرأة، والباقي عمال وفلاحين. ما عندناش أي مشكلة، هيقدر يجمع كل الأطياف اللي كانت شايفة إن في سلبيات، نعم، ويقدروا يخدموا بلدهم فيها ويعدوا نفسهم إن هم بعد كده يبقوا نواب وزراء. إن شاء الله يا فندم. بشكر حضرتك وبشكركم على وجودكم معانا، شكرا جزيلا. إن شاء الله البرلمان يجي يأدي يعني دوره بما يرتقيه الشعب وما يرتضيه الشعب على قدر الإمكان. بعد الفاصل هيكون لنا لقاء عن التسميد الحيوي، وهذا هذه التكنولوجيا الجديدة. هيكون ضيفنا الدكتور عمرو عبد الجواد، رئيس قسم خصوبة مايكروبيولوجي الأراضي بمركز بحوث الصحراء. فابقوا معنا.